تشغلوش دماغنا خالص خالص، احنا قاعدين معانا 41 دوري ان شاء الله يبقوا 42 و43 لغايه لما ربنا يدينا. عايزين نركز في الدوري، عايزين نركز في افريقيا، عايزين نركز في كل المنافسات اللي هندخلها ان شاء الله، فما تشغلوش دماغنا خالص خالص، وما تروحوش في حتت هم عايزين يودونا فيها. نقفل بقى الموضوع على كده. طيب يلا، شريف شعبان.